كابتن توفيق السيد، مساء الفل. يا مساء الفل يا استاذ محمد، تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين والمتابعين. انت في الامارات مش كده؟ انا في الامارات. طب انت متابع يعني كل حاجه عن قرب؟ طبعا انا موجود. في تمام، موجود في الملعب. الاول انت عرفت الخبر بتاع السوشيال ميديا ده؟ انا شايف عصير نايم ومستريح و24 ايراد زي ما بيقولوا. انا بشوف اللعبه يعني خش فيها على طول، لعبه التسلل موجود حتى بالعين المجرده، وانا بشوف اللعبه قلت اللعبه دي فيها تسلل بالعين المجرده. لما يكون عندك حكم بخبرات محمود عاشور وبعد كده الراجل بيرسم خطوط، يعني الراجل ما عملش حاجه بيرسم خطوط، وانا لو عدنا اللعبه 200 مره ووقفنا هتلاقي لحظه لمس الكوره او لحظه لعب الكوره كان هناك تسلل من اثنين لعيبه، مش اوباما بس، اثنين لعيبه اوباما واحد ثاني كمان، فالتسلل موجود الحقيقه. تمام، وقرار حكام الفيديو بالغاء هدف بيراميدز هو قرار صحيح. انا عايز الشباب يشوفوا لنا حد في اتحاد الكوره. انت جالك خبر انه تطبيق لعقوبات السوشيال ميديا فوريه دلوقتي المفروض؟ صحيح. طبعا هو واتحاد الكوره بعد. طبعا بعت الانديه منشور. هل بتعتبر اللي كتبه محمد ناجي جده في اساءه لمحمود عاشور لما بيقول له على الله تنام كويس؟ ما هو ايه معنى نقول اتمنى انه ينام مستريح؟ بيشكك في ضميره طبعا. بيشكك في ضميره يعني ضمير. لا عاشور الحمد لله، حكامنا كلهم الحمد لله أداروا النهارده مباراتين صعبين جدا 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 يا استاذ محمد. خليني ابقى صريح معاك، المباراتين صعبين جدا، مباراه الزمالك وبيراميدز مباراه صعبه جدا جدا جدا. وهو برضه محمود عاشور اللي استدعى محمد معروف عشان يراجع محمد معروف في البنالتي بتاعت رمضان صبحي. بالظبط كده، بالظبط بتاعت بن تايك. كان القرار صحيح. يمكن الناس بتتكلم على حته ان كان هناك حاله طرد في اللعبه، لكن هو اللي الناس مش عارفاه ان عاشور كان اعاقه بالقدم مش بالايد. يعني عاشور كان خد القرار ان في اعاقه القدم غير الايد في الطرد. طبعا في تنافس هنا، اعاقه القدم فيها تنافس. لكن اعاقه يعني الدفع او الشد ما فيهوش تنافس، فبالتالي كان لو هو حسب على الشد كان هيبقى فيه بطاقه حمراء وجوبيه، لكن الحقيقه هم احتسبوا القرار الصحيح. وهو بلغ معروف انه حاسب كذا ويشوف الرجل كذا والكلام ده كله، الكلام كان قرار صحيح باحتساب ركله الجزاء. فالكابتن محمد ناجي جده له كل الاحترام والتقدير، يكتب اللي عايز يكتبه، وبالتالي في ناس هتحاسبه اكيد. لكن حكامنا الحمد لله كلهم عندهم ضمير. النهارده اداروا مباراتين صعبين جدا في اجواء صعبه جدا جدا يا استاذ محمد، درجه الحراره فوق 37 الحقيقه في توقيت المباراه. والحقيقه الحكام يعني مروا. هل ليك اي ملاحظات على مباراه الزمالك وبيراميدز في التحكيم؟ انا عندي ما فيش غير اللعبتين دول بس المؤثرتين، والاثنين قراراتهم سليمه، والاثنين قرارات صحيحه 100%. الحقيقه بحيي محمود عاشور النهارده على اداره المباراه مع محمد معروف طبعا وباقي الطاقم. لعبه من الالعاب الصعبه جدا 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 جدا، ما نقدرش نلوم فيها محمود ابو الرجال. الفار يا استاذ محمد اتعمل لمثل هذه الالعاب الدقيقه جدا جدا، لان الخط مرسوم يمكن بالثانيه وبالسنتي وبالملي وبالحوارات دي كلها. فبالتالي انا الحقيقه بحيي طاقم التحكيم في مباراه الزمالك وبيراميدز وكذلك مباراه الاهلي. الحقيقه احمد الغندور عمل مباراه، انا بشوف احمد ماشي من الموسم اللي فات واللي قبله كمان ماشي بشكل اكثر من رائع. الحقيقه النهارده حتى الكابتن ايمن الرمادي يمكن لو شفنا تصريحاته بعد المباراه اشاد بطاقم التحكيم رغم الراجل خسران وكان هو الافضل من النادي الاهلي، ومع ذلك الراجل كان بيتكلموا على لعبه بتاعت الايد مش الايد طبقا للتعديلات الجديده يا استاذ محمد. النهارده التعمد من عدمه مش موجود في اللعبه، فده كان دي فلسفه احمد في اتخاذ القرار يعني. لكن الحمد لله مفيش قرارات مؤثره في المباراه. الهدف اللي سجل في النادي الاهلي كان في ناس بتتكلم على هل في تسلل فيها من التسلل، لكن في النهايه موجود انا بمشي مع قرار المساعد لو الحاله فيها. بس هي لما تشوفها بالعين المجرده كده فيها شك. هي بقى اشوفها بالعين المجرده ده كلام فيها انا معاك انا بقول لك بالعين المجرده كده فيها شك. يمكن يحيى عطيه الله مغطي بنص ملي مش مغطي يعني، انت برضه بالعين ما تجيبش بصراحه. بالظبط هو لكن بالخطوط خلاص الفار لما بيحط الخطوط دايما في الحالات اللي صعبه زي دي يا استاذ محمد هو ادق من اي حد يعني. طبعا وبمشي مع قرار المساعد. المساعد النهارده رفع ولا ما رفعش؟ لا ما رفعش. انا لو الحاله عندي فيها حاله جدليه وحاله صعبه جدا والكلام ده كله بمشي مع قرار المساعد، لكن الحاله اعتقد ان ما خدتش وقت كبير في التشييك. والفرحان من الحكام اللي عندهم خبره على تقنيه الفيديو، حكم دولي فار بالمناسبه. اعتقد الطاقم التحكيم في المباراتين الحمد لله اداره بشكل جيد جدا الحقيقه النهارده. بشكل عام بس اتفضل.
بشكل عام. لكن توقيت الغاء هدف نادي الزمالك هو اللي كان هو صعب الدنيا على بيراميدز، بس هو في الاخر الكره اوف سايد يعني التوقيت، لكن القرار صحيح، التسلل موجود ده في الدقيقه 96 يعني كان خلاص يعني صحيح. هو ده اللي عندنا كل النهارده. احنا اهو على الشاشه اهو الصوره اللي هي الخط اللي باين انه اوباما اوف سايد، فالموضوع محسوم يعني بصراحه يعني مظبوط. طب هل ركلات الترجيح فيها اي حاجه؟ تنفيذ ركلات الترجيح؟ التنفيذ كله صحيح، حتى مدرب نادي بيراميدز معقول احترامه والتقدير ليه كان بيعترض بيقول ان عواد ما تقدمش الراجل احدى قدميه على خط المرمى، وبالتالي القرار حكام الفيديو وحكام المباراه كان صحيح، مفيش اي تجاوز الحقيقه. تمام. هي اخر كره طبعا مصطفى فتحي ضيعها وكسب الزمالك، ودي تاني مره بالظبط على التوالي مصطفى بيضيع والناس تقوم رابطه انه كان في الزمالك، بس مصطفى نجم كبير في الاخر. لا طبعا يعني طبعًا. محمد صلاح ضيع معانا قدام السنغال، زيزو ضيع بكل يعني قدراته التهديفيه في الحاجات دي يعني، رامي ربيعه ضيع في اسف يا حطيت الله ضيع الماتش اللي فات اهلي وزمالك، ووسام ابو علي ضيع يعني نجوم كبار بتضيع. بدي انا امثله من اللي هنا يعني نجوم كبار جدا بتضيع، ودي الحقيقه هي ركلات الحظ الترجيحيه اكتر يعني. انما في ماتش الاهلي وسيراميكا انت بتقول حالات كلها سليمه، ما فيش فيها اي مشاكل بالنسبه للحكم احمد الغندور، وحسب 10 دقايق وقت ضايع الشوط الثاني. 10 دقايق هو حسب الوقت الضايع وحسب دقيقه كمان زياده فوقيهم. لان الوقت الضايع كان الوقت المحتسب بدل ده، كان في وقت محتسب بدل في رامي ربيعه لو رامي ربيعه لما اتصاب وخرج بالعربيه وبتاع فبالتالي من حق احمد الغندور حسب دقيقه تقريبا زياده حسب ما يشوف. حسب بالتالي انا بشوف الوقت المحتسب بدل الضايع كان دقيق جدا، المباراه صعبه والنتيجه قريبه، فكان لازم كل واحد ياخد حقه الحقيقه. وبعد كده الوقت الضايع استاذ محمد دايما بيقول ملك للفرقتين، ما بنلعبش على جون مشترك، هو ملك للفرقتين، ملك الاهلي وملك السيراميكا. فهو الحقيقه احتسب الوقت الضايع بشكل كويس جدا، واعتقد ان الحكام المصريه النهارده اداروا المباراتين بشكل كويس جدا الحقيقه. انطلاقه قويه للتحكيم في السوبر، انا بشوفها بدايه كويسه جدا طبقا للظروف اللي احنا مرينا بيها السنين اللي فاتت. الفاينل محسوم لامين عمر، ما في شك في كده يعني، لازم امور واضحه. خلينا نتكلم عن محمود ناجي الثالث والرابع. محمود ناجي اعتقد الثالث والرابع، والفاينل امين عمر. كابتن امين عمر والفاينل امين عمر، لسه بقى المساعدين دي ممكن يكون في لجنه الحكام ليها راي اختيار المساعدين. انت توقعاتك ايه في طاقم الفاينل؟ يعني اتوقع ان الحكام الكبيره اللي عندها خبرات احمد حسام طه ومحمود ابو رجال، اتوقع ان الاثنين موجودين. وممكن يكون محمد معروف حكم رابع في المباراه، او احمد الغندور حكم رابع في المباراه، لان احنا هم بيعملوا استراتيجيه جديده كانك البطوله مجمعه زي كاس الامم كده. الحكام بتلعب مع بعض على طول كتير يعني، فمفيش مشكله عندنا، لان عارف انت حضرتك عارف ان عدد الحكام اوريدي اللي رايح اربع حكام ساحه، اثنين حكام فيديو وخمس مساعدين. طيب حتى كان في الاستعانه بالحكم المساعد الحكم تصنيف الفيديو من الامارات الشقيقه طبقا للبروتوكول اللي عملناه لجنه الحكام. طيب في دلوقتي انا شفت تويته لزميلنا الاستاذ احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، بيقول علامات، هنحاول حتى نجيبه على التليفون يعني، علامات استفهام حول مستوى التحكيم في لقاءات اليوم مما ينذر بكارثه تحكيميه نحن في غنى عنها قد تحدث. ما هكمل حضرتك، قد تحدث يوم الخميس القادم. قد تحدث يوم الخميس القادم، لذا يبقى السؤال او التساؤل، لماذا لا نستعين بحكام اجانب او من دولة الامارات الشقيقة منعا للمشاكل؟ والله يا استاذ احمد كلامه يحترم، لكن ده امر يخصه طبعا، يقول هو اللي عايز يقوله، لكن انا بشوف ان التحكيم، لا انا اختلف مع الاستاذ احمد سالم. هو بيتكلم اكيد على البنالتي، على البنالتي بتاع بنتايك اكيد صحيح 100% يعني، احنا بنالتي ركله جزاء صحيح 100%. وما اتكلمش على الهدف استاذ احمد سالم، ما اتكلمش على الهدف الملغي في الدقيقه 96، وقرار برضه صحيح يعني مش بنقول حاجه. لكن انا بشوف ان يعني انا النهارده ليه بفكر في طاقم تحكيم اجنبي، والحكام المصريين اداروا مباراتين بشكل رائع كده يعني. انا بشوف مباراه الزمالك النهارده وبيراميدز لا تقل صعوبه عن مباراه الاهلي والزمالك، نفس الشيء يعني. فليه ما بديش الثقه في التحكيم المصري؟ احنا ما صدقنا خلصنا من الخواجات يا استاذ محمد، فعايزين يبقى كل الثقه للتحكيم المصري والحكام المصريين. اعتقد الكلام ده كله، كل الاحترام والتقدير للاستاذ احمد سالم، نادي الزمالك نادي كبير ونادي عظيم، عايزين نساند التحكيم في المباراه، وان شاء الله الحكم الموجود ايا كان مين هو هيدير المباراه بشكل كويس باذن الله ان شاء الله مع زملاء. عموما لسه في شويه حساسيه برضه مع التحكيم المصري، اتمنى انها تدوب بمرور الوقت. ان شاء الله تدوب على قرار على المساحه تدوب ان شاء الله.
ان شاء الله تدوب بمرور الوقت. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن توفيق السيد خبيرنا التحكيمي الكبير على كل هذه الاراء، واكد انه البنالتي بتاع بيراميدز سليم، وكمان الجول بتاع بيراميدز اللي اتلغى قرار سليم من طاقم التحكيم 100% سواء الفار او الملعب، وقال ان ركلات الترجيح ما فيهاش كلام، انه يوريتشيتش كان اعترض ان عواد اتقدم في كوره، قال الكلام ده غير صحيح، واشاد برضه بالقرارات اللي في مباراه الاهلي وسيراميكا، وقال ان التحكيم بنسبه كبيره جدا في المباراتين كان موفق جدا.